بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر والعسر إن الإنسان لفي خسر والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. جزاك الله بالخير. اب میں نعت رسول مقبول کے لیے جناب جاوید علی نیازی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول کا ہدیہ نعت پیش کریں.